نلتقي مجددا في حلقة جديدة من أبعاد ثقافية نطل عليكم فيها هالأسبوع. هالبرنامج اللي يصد لكم تفاصيل الحياة الثقافية في الإمارات وتحديدا إمارة دبي اللي تعيش على الدوام في حالة من الازدهار الفكري والأدبي والفني، واللي تأكد على حقيقة أن التأسيس المشهد الثقافي ناضج يبدأ من هالفعاليات النوعية اللي تثري المجتمع وتحمل رسالة التواصل الثقافي والتفاهم بين الشعوب. مرحبا فيكم. أمسية أدبية فنية بعنوان حاسة سادسة تجمع بين الشعر والموسيقى والفن التشكيلي المباشر في تفاعل حيوي مع الجمهور. الهدف الأول من الأمسية هو تقديم فعالية رصينة تكرس فكرة أن الفن هو ابن الحياة، الأمر اللي ينسجم مع رؤية المؤسسات الثقافية في الدولة واللي تهتم تحويل الثقافة إلى نمط حياة يؤثر في الشباب وكافة فئات المجتمع بشكل مباشر وغير تقليدي. حاسة سادسة، تلك المنطقة المحايدة بين الروح والعقل، تلك الحاسة التي ترجمها حدس الشاعر وانثيال الموسيقي ورائحة الفنان. فأنكرني لون الحياة وسد الشعر أبوابا وراجعتني لغات في معاجمها. هنا في ندوة الثقافة والعلوم، حيث الساحة المتاخمة للماء والسماء والتي افترشها رهط من المبدعين القادمين من شتى بقاع الجزيرة العربية. من جرح الكمنجة الصغير انسل فيصل شاه الموسيقي الكويتي ليقود أصحابه معطرين للأمسية بنصوص موسيقية توازي النص الشعري الملقى. وفي زاوية قصية يتدفق الفنان سالم الجنيبي مع كل ضربة فرشات. كان حضور الأنثى بكل عنفوانه مدويا وهادئا في آن حينما تمثل في شكل شيخ المطيري إذ قرأت نصين مثقلين بالانزياحات والحداثة. ومن أرض الحرمين جاء محملا بالوجد وبأشياء كثيرة نعرفها ولا نعرفها، الشاعر عبد اللطيف بن يوسف الذي حلق في فضاءات جلال الدين الرومي وتنزه بين النور والنار في مشهد خاطف. الديه يشبهني وصول آخر داود أرضي والهوى مزماري والعاكفون على الغناء. أحبتي أصواته أوتارها أوتاري. وبعد كل ذلك انفردت الموسيقى عبر مجموعة نغم الإمارات التي أوجزت الحدث باللغة الوحيدة التي لا تحتاج للأبجدية. أشهر طويلة من الإعداد والاستعداد وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون قدمت لجنة نون المنضوية تحت لواء ندوة الثقافة والعلوم هذا الشكل الفريد من الثقافة والفن ليكون بمثابة تأسيس لمرحلة ثقافية جديدة عبر حواس سادسة كثيرة. مرحبا، تعتبر ضيفتنا اليوم الشعر أنه أعظم الهبات اللي منحتها إلها الحياة، وتعتبره جمرة الألم اللذيذ اللي تستحق القبض عليها. مرحبا فيك. مرحبا فيكم. مرحبا. ضيفتنا اليوم الهنوف، الشاعرة الهنوف محمد، مرحبا فيك. مرحبا فيكم،
أشكركم على الاستضافة هاي، وأشكر سمد بي، وطبعاً أنا معروفة بحبي لقناة سمد بي لعلمكم يعني. شكراً لوجودك ويانا، شكراً. الله يحفظكم، شكراً لاستضافتي. تجربتك في مجال الشعر بدأت من سنة 96، تقريباً استوالك 20 سنة في هالمجال. خبريني عن تجربتك وعن دواوينك كذلك. تجربتي بدأت وأنا عمري 14 سنة. فكنت صغيرة جداً يعني، وكنت فضولية، وكنت أتابع جريدة البيان في صفحة كاملة لإبداعات الشباب، اسم الصفحة بريد القراء. فيوم من الأيام أنا كنت أتابع الصفحة واتصلت للجريدة، في كاتب اسمه مسعود أمر الله، اللي هو حالياً مدير مهرجان مدير مهرجان السينمائي. نعم. فكان عندي تساؤل بسيط، ليش كل اللي في الصفحة يهاجمون الكاتب هذا؟ سؤال بسيط. كلمتهم وقلت لهم أعطوني رقمه، يعني فضول. كلمت مسعود أمر الله، قال لي منو أنت؟ قلت له أنا لا أحد، لكن عندي فضول وأبغى كذا، يعني أبغى أستفسر يعني. قال لي تكتبين؟ قلت لي محاولات كتابة، ودائما يعني أكتب وأخبيها في الأدراج. قال لي ليش ما تكتبين؟ قال لي يعني طرشي لي المحاولات اللي عندك. طرشت له، قال لي انت لازم تكوني معانا. فمن يومها وانا معاهم، فهو اللي اكتشفني يعني الاعلامي والفنان مسعود أمر الله. وفي 96 قررت اني اطبع اول ديوان، فكانت التجربه اني مثلا اطبع في دار الجديد في لبنان في 96، ويعني كانت تجربة أولى وجميلة يعني، اكتشفت يعني وايد أشياء. اكتشفت نعم. حالياً ثلاث دواوين. حالياً ثلاث دواوين نعم. الديوان الثاني في 2005 اسمه جدران، والديوان الثالث في 2012 طبعاً الاسم الحقيقي اللي أنا حطيته إني لا أجد ريح يوسف، لكني اختصرت لأن هاي آية يستحيل نكتب على ديوان، فاختصرت ريح يوسف. فهاي الباكورة، والحمد لله حالياً عندي كتاب أخير في أدب الرحلات اسمه الطريق إلى اليابان. اخترتي اللغة العربية الفصحى لكتابة قصائدك، ليش ما اتجهتي للعامية وليش اخترتي العربية الفصحى؟ أولاً أحب اللغة العربية الفصحى وأحب اللغة الإنجليزية، كنت حابة أني أثبت على اللغة، على أساس أن مثلا حتى لو يعني أنا على فكرة القصيدة العامية أو القصيدة الشعبية أحبها سماعية، أحب أسمع بطريقة ما تتخيلونها. اللغة العربية لغة القرآن، وأنا حابة داخليا أني أثبت، حتى يعني كانت في عدة تساؤلات، ليش ما أكتب باللغة الإنجليزية هنا أصلا دام أن تخصصي إنجليزي يعني. أنا حابة أني أحافظ على اللغة العربية. وشو قصة هروبك من القصيدة إلى أدب الرحلات؟ طبعاً أدب الرحلات أشكر مؤسسة محمد بن راشد، والله عندهم كان عندهم برنامج تبادل الكتاب، واختاروا مثلاً 4 كتاب من الإمارات يروحون اليابان، وأربع كتاب يابانيين يوني يعني يعيشون في الإمارات يكتبون عن يعني الحياة الثقافية أو الحياة العامة بشكل عام يعني عن الإمارات. فهم اكتشفوا أن ما في كتب كثيرة عن الإمارات في اليابان، فالمشروع كان أنهم يختارون 4 كتاب، لكن إحنا اللي رحنا 3 كنا، أنا والشاعر طلال سالم والقاص والمسرحي محسن سليمان. رحنا اليابان طبعا في نص مارس، عشنا 3 اسابيع، عشنا التجربة، عشنا كل تفاصيل الحياة اليابانية. وفي المحصلة كتبنا، كل واحد فينا كتب أصدر كتاب عن اليابان. فالتجربة كانت ثرية جدا جدا يعني، بعد أكرر شكري لمؤسسة محمد بن راشد على إتاحتهم لنا الفرصة هذه يعني. شو جديدك أستاذ الهنوف؟ والله حالياً حابة أني أنا مثلاً أشتغل على ديوان رابع، يعني
أبى شوي أهدي يعني أخفف من الأنشطة اللي أنا موجودة لأن أنا في مسرح دبي الشعبي ماسكة اللجنة الثقافية الإعلامية وفي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ماسكة اللجنة الثقافية أو المسؤول الثقافي في الاتحاد. فبعد فترة محتاجة أقعد مع نفسي وأشتغل على الديوان الرابع بإذن الله. وفي ما تغد قصيدة جديدة بعد؟ إن شاء الله، يعني في قصيدة أنا أحبها كثير عن الوطن. سمعينا إياها. إن شاء الله. أيها العابرون في ذبذبات الوطن، أيها العابرون في ذبذبات الورد، خذوا الموائد ودعوا لي وطني، خذوا الموائد ودعوا لي وطني، أعيده بكلمات الله التامات وأقرأ عليه المعوذات، فلا ورد بلا عذابات ولا وطن بلا معوذات ولا حياة بلا كلمات الله التامات. فوطني سجادة حب، ووطني سجادة ورد، ووطني سرب حمام أبيض يعيد من تاه في الطرقات، ووطني قبلة حب تلهب المارين في الشتات، وفي وطني ملائكة تعلم الحب في دروس الحياة، وكان في وطني زايد، وكان في وطني راشد، لا أضرب الودع ولا أقلب الفنجان، لكنني أؤمن بوطن تقشعر له الأبدان، لكنني أحلم بوطن تخر له الأحلام، لكنني أحلم بوطن تخر له الأحلام. شكرا على القصيدة الجميلة، وشكرا لوجودك ويانا اليوم أستاذ الهنوف محمد الكاتبة والشاعرة الإماراتية. شكرا لك. أنا أشكركم جزيل الشكر، قناة سما دبي، وأشكر مؤسسة محمد بن راشد أنهم يعني أعطوني الفرصة أني أوصل لليابان وأوصل للعالمية. شكرا. 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 قال عنها أحد الشعراء بأن صوتها يجرح ويداوي، يبكينا ويمسح دمعة عزيزة سقطت عنوة لحبيب طال غيابه، يضرب على أوتار قلوبنا ويزرع الأمل والأمان في النفوس، أغنياتها شقشقة للروح في أضلوع الحلم. هذه باختصار كارولين ماضي التي تكتنز دفئا وإحساسا وعذوبة وتشق طريقها في عالم الغناء والموسيقى مسلحة بالعلم والموهبة والمبادئ. لنتابع. أنا هويت وانتهي تسمعي موسيقى مش بس موسيقى يعني فقط من الأردن، كل الفنانين اللي كانوا يجوا على الأردن على مهرجان جرش والمهرجانات الأخرى كان يستضيفهم والدي أيضا، نشوفهم وجها لوجه ونقعد معهم في البيت، يكون في تثاقف، لأنه يعني أيام قبل الفضائيات كان الفنان يحمل شنطته وأعواده وأغراضه ويتنقل من بلد لبلد حتى أنه يتبادل الموسيقى والفن مع الفنانين الآخرين، وهذا اللي هو أثراني، يعني إني أنا كتير جلست يعني وفي بيتنا كان في فنانين كتير وشعراء وناس لهم علاقة يعني بالثقافة والفكر والموسيقى. أحب حبيبي، أحب حبيبي.